كريم الغربي مرحبا بك. مرحبا بك. رجعنا للمسرح، كملنا المهرجانات، كلمة صغيرة التورني نتاعك في الصيف، كيف شفت التفاعل معك، ورجوعك للمسرح البلدي. اليوم أول عرض عندك في المسرح. اليوم أول عرض في الرجعة بعد الصيف، فرحان برشا بالتورني نتاع الصيف. الحمد لله دورنا تونس كاملة، من الشمال للجنوب، العاصمة، الساحل، مشينا يمكن أغلبية المعتمديات في تونس. الحمد لله وين نمشي ومعناها العباد تضحك وتعمل جو ويحسوا معناها التطور في الخدمة، وفما ميساج ويحسوا ضحكة معبية. مش سهل أنك تنجح لمدة سنوات في تونس من 2017 لتوا، كل صيف يقولوا واو ذا وفاء واو سي بون، معناها اللي شمت فينا قاعده اللي شمت فينا قاعده يقول لك فلوس وفات. الحمد لله كله يجيب الخدمه وبالتواضع بقبول النقد وديما التصليح. رجعنا تو المسرح البلدي مشكورين، معناها وداديه اليوم الوداديه موظفي محكمه المحاسبات في تونس هما اللي نظموا عرض اليوم، مشكورين وفرونا كل انا حاسه بيك كيفاش كبتيت الجمله. جمله طويله ياسر، ديجا اطول من المسرح هاي الجمله نتاعهم، قعدت نحفظ فيها، اما بالحق وفرونا كل شيء وتعدى عرض بروفيسيونيل ومحلي الببليك اللي جاونا عائلات اليوم برشا جو. ومرحبا بك انت نوسه، ديما في الموعد ان شاء الله. ديما معك في الموعد ان شاء الله. كريم، فمش طرفه كي صارت لك في الصيف خرج بها بسيف السناخ نسكروا بها حلقه، حاجه صارت لك في الصيف رجليك عدت في مخ؟ والله هما يسيرون برشا طرايف بالطرف اللي صاروا لي سنة. فما مرة مشيت البحر قبل ما نعرض وعمت بالحوايج، معناها اشتر اللوطاني بحوايجي، ما لقيت ما نلبس اخي البرودكتور اعطاني الملابس، اشتر اللوطاني نتاعو، معناها لبسته ولبست فوقه سروال المسرحية. انا قاعد نعرض ونحس في حاجة في الكيبي الحقيقة، معناها يسيروا الحاجات هذوما ونحس في حاجة في الكيبي. كملت عرض كامل معناها وطلعت بارك الله الطاي اكس اكس ال واصفر اون بلوس. الحقيقه معناها صارت الحكايه هذه، اما الظروف المباشر كملت بها العرض ومن الله يهديه الله يهديه. عرض كامل مكمل شيء الركابي وانا بجبره بالسروال برنامجي نوسه شوي بالسروال من الفوق معناها امريكا. ويعطيكم الصحه ومرحبا بك نوسه. واش تحضري عروسيات انت وعيد ميلادات وانت واروى ونجله، ما شاء الله عليكم في كل بلاصه يطلعوا مع بعض، واش عندهم ايفينمونات تبارك الله خويا ديما ملمومين. عيطونا معاكم نحضروا معاكم. تمشي معانا مع اروى، انت تعيش مع اروى وليد ملي عرست اروى تعيش مع نوسه. قلت باش فماش ما تعجبني تعرف علي نعرف بعد ان شاء الله. لا لاباس مادامك تعملي في اللايفات في التيك توك جوك باهي. يا ربي خفف مكتوبك، نتبع فيك راه فيك.